السلام لي زاني، نرجعوا لكم بقوة. نحن في تونس توا فاكونس باش نجوكم من أعماق الدهاليز في منطقة جديدة في تونس. دونك في الأخر الفيديو تو نقول لكم شنية كيما تراو المكان هذايا بلاصة تعطي على البحر زينة برشا. نوريكم ناخذ لمحة عليها. النزل المهجور اسم المدينة نعطيه لكم اللي ينجم يطلعها يكتب اسمها في الكومنت. هاسيلو هذه البلاصة خليكم تطلعوها وحدكم باش مش نقول اسم المكان كان في آخر الفيديو. لمحة صغيرة باش نطلعو شوية. عدنا والعود أحمد طارق تايجر توا إجازة نعديها في تونس حتى آخر شهر أوت. ما نسيناكمش بياسير، عملنا لكم مقاطع من الفاكونس تاعي. توا إحنا في منطقة زينة برشا، بحر هايل، أول مرة نجي الصراحة. سمعت على بلاصة فيها مهجورة قلت خنجي نعمل لها طلة. كيما تراو عملوا بجنبها قهوة مزيانة. البلاصة باش نصوروها هذيك التالي هو أوتيل مهجور، مش عارف الأسباب ليش، نتو نعرفوه من بعد. هذه البلاصة اللي عارفها يقول لي حرب زين تاعها ما شاء الله. شيء كبير الحوت، ثم كل شيء. إن شاء الله أول مرة ما كنتش نتخيلها تكون هكا بالجمال هذايا. معناها شوفوا البحر نظيف نظيف، شيء كبير وحي. منطقة برامو بحرية فيها الحوت وكل شيء، معناها مزيان. لو كان المكان باش ندخلوا له هذاك اللي الفوق، القصر المهجور بمدينة تونسية ستعرفون اسمها في آخر الفيديو. خليكم في الكومنتات تكتبوا لي اسم البلاصه بيان سير. ثم عباد من الجهه هذه يعرفوها البلاصه هذيك، يشوفوا الفيديو تكتبوا لي في البلاصه شو اسمها. خليكم في الكومنتات، كي توصل 10000 كومنتير ولا 5000 كومنتير تنقول لكم على اسم البلاصه. مي تو مانيش باش نقول لكم على اسم البلاصه، جيت نصور لكم الفيديو من داخل. ندخلوا هذا الوزل المهجور من داخل، نعملوا لي دوره هكا. ها نتلاقاو بعد حين. دونك نرجعوا لكم ونشوفوا الفيديو من جديد. هذه البلاصة، هذه البورتور نتاعها من تالي، بعدها قهوة مزيانة. برامو بلاصة نتاع صيادة نتاع حوت واحد. هذا كافيتيريا واحد في البلاصة باش ندخلو لها هذيا. كيد داموس الله أعلم شنيا بسم الله ستر الله. كيما تراو الحالة معناها كاتاستروفيك. القصر المهجور، النزل المهجور كسر كله. هذا دي تواليت، هذا بارامو دي شامبر، هذا بارامو من هوني ليزيتاج. بسم الله نطلعولها من هوني.
المشاكل بتاع النزول. مكان كيما هذا ما فهمتش علاش مكسر. اي 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 هذه برامو كانت ريسبسيون محلوله مكسره كلها. يا لطيف خساره. لما هوني كي لادواش ولا كويزين ابارامو ياسر حالة كارثية نحكي لكمش مكسرة كلها. هذا ابارامو سين كويزين و غرفة البحارة هكا مكتوب. هذا نتصور جاية في الليل التجربة تكون اقوى شوية. هكا غادي يهبط لوطا. كولوار من هنا المكان المرعب في المدينة كالعادة. ديما الجرافيتي على الحيط. هذا برامو من هوني كيما البلاس دو ريسبسيون. ثم ادواش ولا ديار يجو يجو كان ادواش ولا ديار. هذه في الوسط الوسطيه نتاع لوتيل ابارامون. العباد نتصور ولا يستغلوا فيها كي ديبوات ولا يحطوا فيها حاجات. مي ما سمعتش الحق يا ربي اشاعات تقول لي مسكونه ولا فيها حكايه. دونك نجي نسحب نكتشفوها. لقيتها بنية مهجورة قلت خلينا نجي نشوفها شو الحالة اللي هنا كيفاش. طلع عليها ملعب البلدي من تالي كما قلت لكم 5000 جيم و10000 كومنتير. ما هو اسم المكان نسمي لكم. اما هكا انا مش باش نعطيكم اسم البلاصة الا اذا ما عملتوا لي انتم كما قلت لكم. هذه من هنا ابارامون لونتري. هنا مكان كيما هذا مسيب حرام بصراحة. الدروج يطلعوا الفوق. ابارامون ديال دو بيرسون ايسي علينا فيه مشكول. بلايص اخرين فارغين. حسيت الليطا كارثية نتاعهم مكسر الكل. خسارة تصورهم برشا عرفوا البلاصة. برشا راهم عرفوا البلاصة. نزيد نقرب لكم شويه. قريبه للبحر هي هكا من بعيد. نرجع لكم بعد شويه. نرجع لكم للفيديو من جديد. البلاصه هذه تجي وراء دار الثقافه. ريتو دار الثقافه من تالي هي تجي وراء من تالي. كانت كي اقامه ولا اوتيل مش عارف علاش ابوندوني. هكا بدا وحده هذه دار الثقافه. هكا بدا وحده ما غادي ثم شركه تاع اسمنت ولا حكايه بجنبه قهوه. طلعونا البلاصه هذا قهوه مزيانه ابارامون باركينغ بيك بوكس. قهوه البيك بوكس دوك اكشاك ولا اكواخ خلوطه على البحر. ابارامون يكريو فيهم ولا يعوموا فيهم الله اعلم مش عارف. بالنسبة للبحر حاجة عالمية توب دي توب. شوفوا ما شاء الله حتى النورس أول مرة نشوف النورس على البحر بالشكل هذا. معناها تلموه معناها موجود حوتة بغامو حواتة وذوما. هسي البلاصة ساحرة لازمها شوية اونتريتيان صدقوني جنة على وجه الأرض. تفرجوا
تقولش علاش في تونس ديما تبقى الوسخ والدنيا مطيشه والبلاستيك تفرج البلاستيك. باش نعطيكم لمحه اخرى زاده من بعيد البلاصه كيفاه ضوينا اللي حاجتنا بها، اللي طلعوني في الكومنتات شنو اسم البلاصه. تنقولها لكم نوصل 5000 جيم و10000 كومنتار شو اسمه المكان، نعطيكم اسم المكان واللي نجم يطلعها برافو. والله واحد ماذا بيها على غطسة، والله شوف اللي معناها ان شاء الله مكان هذا اكتشاف جديد صدقوني مش نورمال. ننصحكم تزوروها المدينة هذه، مدينة جميلة وبسيطة جدا وما تتكلفش وقريبة من شلوك كوسيش، وان شاء الله تكونوا طلعتوا البلاصة. وما تنساوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي جيم ابوني طرف تايجر، ديما نجيب لكم جديد مع القصر النزل المهجور في مدينة الجنوب. الى فيديو جديد، السلام عليكم.